الدرس الثاني، جمع عددين ضمن 99999. السؤال الأول، باع مخبز بلدنا 3746 كيلو جراما من الخبز في أسبوع، وباع مخبز القدس 5250 كيلو جراما في الأسبوع نفسه. ألف، أتعاون وزميلي لمعرفة كم كيلو جراما من الخبز باع المخبزان في الأسبوع؟ الحل، نجمع العددين 3746 زائد 5250 يساوي، نجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات والآلاف مع الآلاف يساوي 8996. ب، باع مخبز بلدنا في الأسبوع الثاني 4195 كيلوغرام، كم كيلوغرام باع المخبز من الخبز في الأسبوعين؟ الحل، في الأسبوع الأول باع 3746 زائد في الأسبوع الثاني 4195 يساوي 7941. السؤال الثاني، أتعاون وزملائي لإيجاد ناتج الجمع. ألف، 6348 زائد 2531، نجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات والألوف مع الألوف ليكون الناتج 8879. ب، 1843 زائد 6592 يساوي 8435. السؤال الثالث، كان عدد السيارات الخاصة عام 2015 ميلادي في محافظة نابلس 22531 وفي محافظة بيت لحم 13061 وذلك حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، ما عدد السيارات الخاصة في المحافظتين؟ يمكن تمثيل عدد السيارات الخاصة في المحافظتين كالآتي: ألف، باستخدام المعداد، فئة الأحاد نجمع 22531 زائد 13061، نجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات، الأحاد لدينا 2، العشرات نجمع العشرات لدينا 9، عشرات المئات لدينا 5 مئات، أحاد الألوف 5، عشرات الألوف 3. ب، باستخدام لوحة المنازل، الوحدات أحاد 2، عشرات 9، مئات 5، أحاد الألوف 5، عشرات الألوف 3. جيم، الجمع العمودي، نجمع الأحاد، نجمع العشرات، نجمع المئات، نجمع أحاد الألوف وعشرات الألوف ليكون نفس الناتج 35592. السؤال الرابع، أمثل عملية الجمع الآتية على المعداد وأجد الناتج: 34562 زائد 54137، نجمع الأحاد 9 أحاد، نجمع العشرات 9، نجمع المئات يساوي 6، نجمع أحاد الألوف 8 وعشرات الألوف 8 ليكون الناتج 888699.
السؤال الخامس، أجد ناتج الجمع. ألف 2030 زائد 45611. نجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، أحاد الألوف مع أحاد الألوف وعشرات الألوف، ليكون الناتج 47641. ب 89234 زائد 10425. بنفس الطريقة نجمع الخانات، الوحدات الأحاد مع الأحاد والعشرات، المئات، أحاد الألوف وعشرات الألوف، ليكون الناتج 99659. جيم 26000 زائد 26576 زائد 61323. نجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات، المئات مع المئات، أحاد الألوف وعشرات الألوف، ليكون الناتج 87899. السؤال السادس، أرتب عموديا ثم أجمع. ألف 44258 زائد 3011. نرتبهم عموديا بالترتيب، الأحاد تحت الأحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، وأحاد الألوف تحت أحاد الألوف، وعشرات الألوف كذلك، ليكون الناتج يساوي 47369. ب 63320 زائد 25469. أرتب عموديا ثم أجمع، ليكون الناتج 88789. جيم 33452 زائد 65427. نرتب عموديا بالترتيب، الأحاد، العشرات، المئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف، ثم نجمع، ليكون الناتج يساوي 98889. السؤال السابع، قرأ سامي مقالا عن الثروة الحيوانية في الجريدة اليومية، فكان عدد الأبقار التي تتم تربيتها في المحافظات الشمالية الضفة الغربية 26473، وفي المحافظات الجنوبية قطاع غزة 13142. ساعد سامي في معرفة مجموع عدد الأبقار التي تتم تربيتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. يمكن معرفة ذلك على النحو الآتي: ألف التمثيل على المعداد. نمثل على المعداد فئة الأحاد، نرتب بالترتيب فئة الأحاد، 3 زائد 2 أحد يساوي 5 أحد. فئة العشرات 7 زائد 4 فئة العشرات يساوي 13. منحط 3 فئة العشرات ومنرفع الواحد لفئة المئات، بالمئات أن 4 زائد 1، 4 زائد 1 5 زائد الواحد اللي رفعناه يكون 600. أحاد الآلاف عنا 6 زائد 3، 6 زائد 3 9، وعشرات الآلاف 2 زائد 1، ليكون في عشرات الآلاف 3، ليكون الناتج 39635. ب التمثيل على لوحة المنازل، الوحدات، آلاء، أحاد، عشرات، مئات.
أحاد الألوف عشرات الألوف. نفس الناتج بالأحاد، خمسة أحاد على العشرات 13، بنحط 3 بالعشرات وبنرفع 1 للمئات، بالمئات 4 زائد 1 مئات زائد 1 ليكون الناتج 6 بالمئات. أحاد الألوف يساوي 9، عشرات الألوف يساوي 3، ليكون نفس الناتج 39635. جيم الجمع العمودي، نجمع عمودي أحاد مع الأحاد، 3 زائد 2 يساوي 5، 7 زائد 4 13، نحط 3 في العشرات ونرفع 1 للمئات، 1 زائد 4 زائد 1 6 في المئات. أحاد الألوف يساوي 9، عشرات الألوف يساوي 3، ليكون نفس الناتج 39635. أناقش كيف أجمع عددين ضمن عشرات الآلاف مع الحمل. السؤال الثامن، أمثل على لوحة المنازل ثم أجد ناتج جمع 24536 زائد 73958. نرتبهم على الجدول، لوحة المنازل، الأحاد، نرتبهم الأحاد والعشرات والمئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف، ليكون الناتج 98494. في الأحاد لدينا 4، الناتج للعشرات يساوي 9، المئات يساوي 4، أحاد الألوف 8، عشرات الألوف 9. السؤال التاسع، أجد ناتج الجمع. الجمع عمودي، ألف 45243 زائد 16854. نجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، 2 زائد 8 في المئات 10، نحط الصفر في أحد الألوف وبنرفع الواحد، 1 زائد 5 6، 6 زائد 6 12، نحط 2 بأحد الألوف وبنرفع الواحد لعشرات الألوف، 1 زائد 4 5 زائد 1 6، ليكون الناتج 62097. ب 23605 زائد 72678. نفس الطريقة، نجمع الأحاد، 5 زائد 8 13، في الأحاد نحط 3 ونرفع الواحد للعشرات، 1 زائد 0 1 زائد 7 8، 6 في المئات، فئة المئات 6 زائد 6 12، منحط 2 في المئات ومنرفع الواحد لأحاد الألوف، 1 زائد 3 4 زائد 2 6 في أحد الألوف، عشرات الألوف 2 زائد 7 9، ليكون الناتج 96283. السؤال العاشر، أجد ناتج ما يلي ذهنيا. ألف 50000 زائد 30000. نفس الطريقة، نجمع الأحاد والعشرات، المئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف، يكون الناتج 80000. ب 75000 زائد 15000. بنفس الطريقة، نجمع الأحاد مع الأحاد أصفار، العشرات أصفار، المئات أصفار، أحاد الألوف 5 زائد 5 10، نحط 0 في أحاد الألوف ونرفع الواحد لعشرات الألوف، 7 زائد 1 زائد 1 9، ليكون الناتج 90000. السؤال الحادي عشر، أضع عددا مناسبا في الدائرة لتكون الإجابة صحيحة. ألف 13724
زائد 25,800، عنا دائرة في الأحاد صفر. أربعة، نجمع الأحاد مع الأحاد، 4 زائد 0 يساوي 4، بالعشرات 2 زائد الدائرة الناتج 8، يكون الجواب 6 في الدائرة، 2 زائد 6 يساوي 8. المئات 7 زائد 8 يساوي 15، نحط 5 في الدائرة ونرفع على أحد الألوف 1. 1 زائد 3 زائد 5 يساوي 9. عشرات الألوف 1 زائد 3 1 زائد 2 يساوي 3 في الدائرة 3، ليكون الناتج 39,584. ب، عندنا دائرة في أحد الألوف الرقم الأول، عشرات الألوف عندنا دائرة، أحد الألوف 4، الرقم الثاني في الأحاد دائرة وبقية الرقم، نجمع الرقمين، 3 زائد الدائرة يساوي 6، الدائرة يكون الجواب 3، 3 زائد 3 يساوي 6، العشرات 6 زائد 2 8، الدائرة 8، 5 زائد 7 يساوي 12، نرفع 2 بقوم في المئات ومنرفع الواحد لأحد الألوف، الواحد أحد الألوف، 4 زائد 9 13، أحد الألوف في الدائرة 3 ومنرفع الواحد لعشرات الألوف، 1 زائد في الدائرة كمان 1، 1 زائد 1 2 زائد 5 7، ليكون الناتج 73,286. السؤال الثاني عشر، نشاط تعاوني، أتعاون مع أفراد مجموعتي وأبين من أخطأ في الحل ثم أفسر، علا وفادي، 25,182 زائد 73,254، علا الجواب 98,436، فادي الجواب 98,336، جواب فادي خطأ، جواب فادي خطأ، الجواب الصحيح 98,436، جواب علا هو الجواب الصحيح. السؤال الثالث عشر، أجمع ثم أتحقق باستخدام خاصية التبديل على الجمع، ألف 85,672 زائد 4,213، نجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، أحد الألوف عشرات الألوف، ليكون الناتج 89,885. التحقق، نستبدل الأرقام، الرقم الأول فالرقم الثاني، خاصية التبديل 4,213 زائد 85,672، الرقم الجمع تبديلي، نفس الناتج 89,885. ب، 31,735 زائد 65,174، نجمع الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، 3 زائد 7 10، نضع الصفر فئة العشرات والواحد نرفعه للمئات، 1 زائد 7 زائد 1 9، أحاد الألوف 6، عشرات الألوف 9، ليكون الناتج 96,909. في التحقق، الجمع تبديلي، نستبدل الأرقام،
65174 زائد 31735 ليكون نفس الناتج 96909. أتأمل، هل الناتجان متساويان؟ نعم، الجمع تبديلي، هي هذه خاصية التبديل على الجمع. السؤال 14، أجد الناتج ثم أتحقق من معقولية الجواب بالتقدير. ألف 37512 زائد 51430. نجمع الآحاد، نجمع العشرات، المئات، أحاد الألوف، عشرات الألوف، ليكون الناتج 88942. التحقق بالتقدير 37500 زائد 51400 يكون الجواب 88900. في تقدير في الجوابين بين 88942 و 88900. ب 52724 زائد 26571. نجمع الآحاد والعشرات، المئات، 7 زائد 5 في المئات 12، نضع 2 في المئات ونرفع 1 لأحاد الألوف، 1 زائد 2 زائد 6 يساوي 9، في أحد الألوف، عشرات الألوف 7، ليكون الناتج 79295. التحقق بالتقدير 52700 زائد 26600 يساوي، ليكون الناتج 79300. الرقمين مقربين بين 79295 و 79300. السؤال 15، بلغ عدد زوار أحد المنتزهات السياحية خلال شهر تموز 34007 زائر، بينما بلغ عددهم في شهر تشرين أول 1829 زائر. ألف، كان عدد الزائرين أكثر في شهر تموز. ب، مجموع الزائرين خلال شهري تموز وتشرين أول يساوي، نجمع العددين 34007 زائد 1829 يساوي 35836. السؤال 16، أراد مؤيد شراء سيارة وثلاجة وغسالة، بينما أراد علي شراء سيارة ومكيف وثلاجة حسب الأثمان المعلنة على كل منها، كم دينار دفع كل منهما؟ السيارة 9476 دينار، الثلاجة 1500 دينار، الغسالة 500 دينار، المكيف 500 دينار. الحل، مؤيد 9476 زائد 1500 زائد 500 يساوي 11476، بينما علي أراد شراء سيارة ومكيف وثلاجة يساوي 9476 زائد 500 زائد 1500 ليكون نفس الناتج 11476. نلاحظ
أن كل منهما دفع نفس الناتج نفس السعر 11476 دينار. السؤال 17، اكتب عددا مناسبا في المربع لتكون الإجابة صحيحة. ألف المربع زائد 1350 يساوي 1350 زائد 50067. خاصية الجمع في هذا السؤال خاصية التبديل، ليكون الجواب في المربع 50067 الجمع تبديلي. ب 23456 زائد فراغ يساوي 23456، ليكون الجواب 0 في المربع. جيم المربع زائد 89465 يساوي 89465، أيضا الجمع تبديل. لدينا الاختيار نضع أي رقم في هذا المربع، ممكن نضع 1500 زائد 89465 يساوي 89465 زائد 1500 الجمع تبديلي، ولكن نفس الناتج. دال 12954 زائد 32001 زائد المربع يساوي 12954 زائد المربع زائد 23004. نضع في الشق الأول من السؤال، نضع 23004 يساوي الشق الآخر من السؤال، نضع 32001 لأن الجمع تبديل، خاصية الجمع تبديلي، ليكون نفس الناتج. أفسر إجابتي باعتبار خاصية الجمع تبديلي، نضع نفس الناتج في الشقين من السؤال. السؤال 18، أكون مسألة كلامية يكون حلها 56342 زائد 37548 يساوي 93890. بلغ عدد المصلين في المسجد الأقصى في شهر يناير 56342 مصلي، وبلغ عدد المصلين في المسجد الأقصى في شهر فبراير 37548 مصلي. كم عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر يناير وشهر فبراير؟ يساوي 93890 مصلي.